أهلا بحضراتكم مرة تانية. الخبر دايما هو سيد الموقف، هو اللي بيحدد إذا كان صاحبه فوق ولا تحت. أول واحد معانا النهاردة في خمسة فوق وخمسة تحت هو السيد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار. وزير الداخلية اللي هو مجدي عبد الغفار فوق النهاردة لأنه الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت في وزارة الداخلية كانوا على قدر المسؤولية في الفترة الأخيرة، وقدروا إن هم يضبطوا أو يلقوا القبض على 14 شخص أنشأوا وأسسوا بعض من الصفحات والحسابات على مواقع السوشيال ميديا محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية. وكمان الصفحة وزارة الداخلية قدرت إن هي تقفل 163 صفحة وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية وصور وأعمال وفيديو تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان مباحث الإنترنت قدرت إن هي تضبط أو تلقي القبض على 9 متهمين لارتكابهم وقائع ابتزاز. أعتقد إنه وجود هذا التعامل الحاسم والسريع مع بعض التجاوزات اللي بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في ابتزاز المواطنين او التحريض على العنف ضروري جدا، وده جهد مشكور من وزاره الداخليه. تحت بقى بيجي السيد وزير الزراعه عصام فايد. ليه؟ لانه الحقيقه يعني الغلبان مش لازم يشبع غلب في الايام اللي احنا فيها دي. الفلاح المصري اللي هم اهالينا يعني ابويا وابوك وجدي وجدك وكل الناس اللي بياكلونا ويشربونا داخلين على ايام صعبه، اسعار الاسمده بترتفع، انت بتاخد منهم باسعار قليله والاسعار بتزيد، كلها حاجات مش منطقيه. اسعار الاسمده بشكل مبدئي كده ارتفعت من 2000 الى 3000 جنيه. كمان بعد قرار رفع اسعار الاسمده ده وقفوا صرف الاسمده للمحاصيل الشتويه 48 ساعه في كل محافظات الجمهوريه علشان يعملوا حصر بالكميات الموجوده في الجمعيات علشان قال ايه يمنعوا التلاعب في الاسعار والكميات الموجوده عشان تتباع الاسمده بالسعر الجديد. طيب تبيع حاجه موجوده اساسا ليه قبل زياده الاسعار بالسعر الجديد بعد زياده الاسعار وكانه الفلاح ناقص؟ هل قعدت مع الفلاحين تسالهم الزياده تاثر عليهم ازاي؟ هل عملت بحث ودراسه؟ طيب هل بالتزامن رفعك لاسعار الاسمده رفعت اسعار التوريد بتاع الفلاحين اللي انت بتاخدهم منهم؟ يا راجل ده انت كيلو السكر بقى ب 11 جنيه و 12 جنيه وما زلت بتاخد طن السكر طن قصب السكر من الفلاح ب 500 جنيه على حاله من 3 4 سنين. وفي الاخر يقول لك هم الفلاحين بيهربوا من الزراعه ليه؟ الناس بيسيبوا الارض وبيشتروا تكاتك ليه؟ هي الرقعه الزراعيه بتقل ليه؟ ما هو من اللي بيحصل ده. فوق بعد كده بيجي السيد وزير القوى العامله السيد الوزير محمد سعفان، لانه مكتب التمثيل العمالي التابع لوزاره القوى العامله النهارده في القنصليه المصريه بجده الحقيقه بعد مفاوضات 4 شهور قدروا ان هم يرجعوا مستحقات مجموعه من العاملين المصريين كانوا شغالين في واحده من شركات المقاولات السعوديه باجمالي 49.500 ريال سعودي، يعني تقريبا ربع مليون جنيه مصري لصالح العمال اللي كانوا شغالين هناك. يعني العامل المصري ليه ظهر دلوقتي يقدر يشتكي فياخد حقه، عشان كده وزير القوى العامله فوق. تحت بعد كده بيجي السيد وزير التعليم العالي اشرف الشيحي. السيد وزير التعليم العالي اشرف الشيحي الفتره اللي فاتت بيخش معارك كده صغيره ويتعصب ويعمل خناقات من مفيش، يعني يتخانق مره مع الدكتور جابر نصار علشان الدكتور جابر نصار خد القرار بتاع الغاء خانه الديانه، طيب ده قرار كويس شجعه مش لازم يتاخد من تحت عبائتك. برضه في مؤتمر مصر تستطيع، المؤتمر الناجح اللي نظمته شبكه قنوات النهار وقدرت ان هي تجذب فيه عدد من علماء والباحثين والخبراء المصريين الموجودين في الخارج علشان يقدموا رؤيتهم وخبراتهم اللي استفادوها في دول متعدده لمصر في الفتره اللي جايه. واحد من العلماء والباحثين كان موجود على المنصه فكان بيقول في توصيات يعني بيقترح بيقول انه من الافضل ان احنا نفصل وزاره البحث العلمي عن وزاره التعليم العالي. ده تقريبا مطلب لكتير من المصريين على فكره مش اختراع يعني. لكن مع الوزير وشه احمر فجاه وقرر ان هو ينسحب وبان عليه ان هو غضبان. لا ورفض كمان ان هو يتعامل مع هذا الامر الا بعد ما هذه التوصيه تتشال. المشكله هنا انه سيد وزير التعليم العالي الحقيقه عنده مشاكل كتير جدا في الجامعات وعنده مشاكل كتير جدا مع التعليم العالي. احنا مش سامعين اصلا على انه في حاجه اسمها البحث العلمي. فيعني بنخفف العبء عنك يا معالي الوزير، لكن هو تحت لانه لا شايفين خير في التعليم العالي ولا شايفين خير في البحث العلمي. لا باختصار كده بصراحه يعني. فوق بعد كده بيجي السيد المحافظ النشيط الدكتور محمد بدر. محافظ الاقصر وهو واحد من المحافظين الحقيقه اللي قلما بنشوفهم نازلين تحت او بنشوف حاله من الجدل والمناوشات عليهم. هو بالتعاون مع تحيا مصر ومركز فيروس سي بداوا المرحله الثانيه من
حملة الأقصر خالية من فيروس سي، هيبدأ على مدار 6 شهور يجوبوا المستشفيات في الوحدات الصحية بالأقصر عشان يعملوا اكتشاف مبكر للمرض ويقدموا جرعات العلاج المجانية علشان يعلنوا في السنة الجاية الأقصر خالية من فيروس سي. أعتقد دي خطوة من الخطوات المهمة خصوصاً بيتم في صعيد مصر محافظة مهمة زي الأقصر. تحت بعد كده بيجي السيد الضيف الدائم لهذه القائمة السيد وزير التربية والتعليم الهلال الشربيني، واعتقد انه احنا بدانا حصاد سنه 2016 والنهارده موقع اليوم السابع الحقيقه كان عامل تقرير عن اداء الوزير خلال 2016 بيثبت انه احنا ما كناش غلطانين خالص انه يكون السيد وزير التربيه والتعليم هو الاكثر حصولا على الجائزه المهينه بتاعه اوسكار قصر الكلام، او لما كنا بنختاره تحت، لان هم اكتشفوا انه خلال 2016 في هذا التقرير ان هو كان الأسوأ في وزراء الحكومه كلهم، ويكفي ان هو كان داخل خصومه مع كل الناس وهو الوزير الوحيد اللي حصلت ضده 20 مظاهره واحتجاج على ادائه من الاباء والطلاب والمعلمين من كل الاطراف. يعني كفايه ان هو وزير التسريبات في امتحانات الثانويه العامه رغم كل وعوده بالقضاء على الغش. فوق بعد كده بيجي السيد علاء ابو زيد محافظ مطروح. النهارده محافظ مطروح اعلن عن فكره من الافكار الحلوه اللي ممكن نسميها بره الصندوق، ان هم يعملوا أول مركز تخاطب حكومي موجود في الشرق الأوسط وأكبر مركز موجود في الشرق الأوسط. المركز ده هيكون مختص بعلاج حالات التوحد بأجر رمزي في متناول كل الناس. المركز هيتكلف حوالي 35 مليون جنيه هيتمول من صندوق التبرعات في محافظة مطروح. الجميل في الموضوع أنه علاء أبو زيد محافظ مطروح بيقول أن احنا عندنا 147 حالة توحد بس في المحافظة، لكن هدفنا أنه مطروح تحول إلى قبلة للاستفاده من خدمات هذا المركز سواء على المستوى المحلي او المستوى الاقليمي، وده تفكير الحقيقه محترم جدا ومهم جدا. على عكسه في محافظ المنوفيه هشام عبد الباسط، المفروض ان هو تحت النهارده بسبب بسيط قوي. نزلنا الصور عشان نشوف الصور فالناس تعرف ايه اللي بيحصل. حضراتكم الناس في المنوفيه ممكن يحصل لها اي كارثه في اي وقت. دي اعمله اناره، انا اسف، تعاني من حاله تهالك وسلوك عريانه. واللي انتوا شايفينه ده المفروض في وسط شوارع وطرق الناس والاطفال ماشيين فيها. اعتقد انه الاهالي طجوا من الشكوى من خطوره هذه الاعمده ومن هذه الاسلاك والاعمده اللي بتهدد حياتهم، وطالبوا اكتر من مره انه المحافظه تتدخل علشان تحميهم من هذا الخطر الداهم زي ما حضراتكم شايفين، لكن المحافظه مش موجوده. فوق بعد كده وركزوا معايا في الحته دي عشان دي لقطه الحقيقه بمليون جنيه. فوق القمص رفائيل وهو راعي الكنيسه العذراء مريم بدقادوس. شوفوا الصوره دي كده، نزل لنا الصوره عن محمد بعد اذنك. الصوره دي حلوه قوي. قمص رفائيل عمل حاجه مهوله. جاب العمه بتاعته كقص وحط فوقيها العمه بتاعه الازهر. وقال لك بص يا عم انت، هو العمتين دول سبحان الله اسود ابيض احمر علم مصر بالظبط، وقال لهم هو ده علم مصر، بدون العمتين دول مفيش مصر موجوده، لان الكنيسه والمسجد هم سندت هذا الوطن وقوته. الحقيقه الراجل ده بيفهم وعينيه لماحه، بعيد عن الشو والكلام جاب حاجه كده يعني رمزيه جدا لكن معناها كبير في ظل اللي احنا شفناه من فتاوى مجنونه بتحصل بقى لها يومين. تحت بعد كده بيجي السيد محافظ الشرقيه خالد سعيد، لانه الحقيقه سكان قريه كفر الحصر التابعه لمركز الزقازيق عندهم كارثه سودا. الناس بتعوم في ميه الصرف الصحي. ممكن ننزل بالصور برضو عشان احنا بنتكلم بالصور، ما هي دي شكاوي الناس. الناس بتعوم في الصرف الصحي، الراجل المفروض بدل ما ينزل يمشي على رجليه محتاج مركب علشان يعوم في ميه الصرف الصحي. ورونا يا جماعه الصور بتاعه الشرقيه. بعيد كمان عن فكره الروح الوحشه، كمان البيوت بقت مهدده بالانهيار، دي شوارع موجوده المواطنين عايشين فيها. ده ميه بتنشر مرض وميه بتوقع بيوت، والمحافظه ولا هي هنا. دي صور مبعوثه لاسر الكلام من اهالي قريه كفر الحصر في الشرقيه. دول 5 فوق و5 تحت، ارتقى من ارتقى ونزل تحت